بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أخوكم يا أوسي مزدو معنا سلوم. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. قاعدين نلعب بيلد باتل تيم. أوكي ما هي تطلع. المهم قاعدين نلعب بيلد باتل تيم. طبعا جديدة تيم. لا من زمان. بس حنا ما لعبناها واجد. المهم بتشوفون الحين الراوند الأول مع سلوم. الراوند الثاني راح يكون مع صالح. قناة الشباب ديسكريبشن. ويلا خلينا نشوف. طبعا ما حطينا اقتراح من راسنا، لا نختار اللي هم يختارونه لان عجزنا نحاول نطلع ما قدرنا. طلع شيء. المهم صوت على اي شيء. ماوس تريس ايش تريسر بيج روكيت 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 ايش روكيت ترى مو شرط روكيت ليك داري بس بحط روكيت ليك. وش روكيت تستهبل ادري كيتشن طلع لنا مطبخ. ها اوكي اوكي قايل لك نحطهم من راسنا. اصصر دندن عكس الامير خزير المطبخ. وش ذيك وش يا اخي انا قاعد اسوي لهم مطبخ نسوي لهم مطبخ يلا. طيب وش خلينا نسوي مغسله بعدين. ايوه هذا قاعد افكر فيه مثلتين تسميها انت تسمونه مجله صح؟ مجله حق الغرب. طيب اصبر غسيل ولا طب امشي مش معي هنا كيف الطريقه هذه. لا تلخمني. طيب انت وشو نستغل الوقت يا سلوم دقيقه. شوف بنسوي طاوله كبيره ونحط فوقها كل شيء ميكرويف ما ادري ايش هذيك كم يا اخي في شيء اللي تحط عليه تحط جوا المويه مجلى عادي هذا من مخك مو لازم ندور برا. لا هو كذا في ماينكرافت. فهمت انت؟ اي فهمت قصدك اي عرفت عرفت بس ذاك صغير يعني ابغى شيء نفس الشيء. وينه؟ لا ما لقيته كنت بقول بس خلاص انا جاي باخذ ووتر وانا نبني ذا. اي احنا نسوي طاوله كبيره شوي فهمت؟ شلون اخذ الشيء هذا اللي انت حاطه بلكات؟ ايوه بالماوس اللي في النص ترولي. انت عب فوق يا سلوم. حط الموية في النص بالله أنا بعبيها خلاص في النص مو هناك هناك نحط فيها أشياء ثانية صحون ما صحون تأكد إيه مالك المجلة دائما يكون في النص. أوكي هنا في أربعة يا سلام. أوكي والله عاد أنت مسلكوا يعني بتشوفون شيء أبو كلب سلكوا. مع انه ما ظن تحت بيشوفه بس عشان صنبور احمر صنبور اخي تحس كلمة صنبور صنبور. اوكي والله يتأخرنا قال كيتشن ما قال مغسلة. هذا يعني مغسلة كذا. طب اصبر وش مفروض نسوي صحون ما صحون سلاب اوكي سلاب قاعد احط عشان يعني صحن فهمت. اوكي يا حبيبي مخيسه سو زي صحني. وش مو بصحن ذا؟ هذا المجرى حق المكان يعني حق المجرى. طيب وش بعدين حط في هذا يا الله لحظه شوي خلني اجيب اقطع من الميكرويف الصغير. باقي ما في وقت والله ما في وقت شت والله يا اخي ماشي يا اخي احس ماشي جلاس يعرفون مكريف ما يعرفون مكريف مع نفسهم صراحة. مكريف بوتنز اوكي كذا كويس ولا ابو كلب؟ والله ابو كلب هذه ما لها داعي ذي هذا حسه مره ما له داعي. طيب ايش احط؟ اشلها حط اي شيء ثاني. وش بعد نحط؟ كل هذا نكبه. يا
واخر شوي واخر شوي يطلع. اه سكر سكر سكر. والله بكل بس يا اخي ما في افكار. خنشوا خنشوا الناس ايش سووا. شو ذا؟ واحد يغسل على الاقل رسم واحد يغسل مع انه والله جاب العيد. والله خلنا جاي يضرب مدري. اوكي, أوكي, أوكي انا صوت له. اوكي اوه هنا هنا يا عيال هنا لفوا تعالوا من هنا. أيوة. شوفوا صنبور اكبر من الميكرويف نصهم ماسكين. اوكي جود ليجندري. كفو كفو جود. وش هذا؟ اوه راسم فرن ذا يقطع شكله ومقلاه. والله نايس والله بس محترق. والله مو بنايس. لا والله انه نايس يجي منه كبير 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 مكبر امه على اساس احنا يعني. هذا وش مسوي؟ اوكي هذا طاولة الطعام. اوكي اوكي هذا محجوبه يا عيال محجوبه. عطوا صبر قول يا فما ريبورتد كلهم كاتبين ريبورتد. واو واو والله ليجندري اعطيته معليش. شوف ترى انك تفكر زي كذا بس انت قلت خلنا نكبرها اختصرها. انا جبت العيد. هذا وش هذا؟ ملحمه ما ادري. اوكي جود هذا ما له دخل. بس والله ذاك يستاهل الاول. اوكي هذا مغسله وهذا المجلى الظاهر فرن. عادي عادي. هذا قاعد يطبخ برجر. لا والله والله فكره كويسه بس برجر في طاوله. الفكره الفكره. اوكي عادي. هذا طبوب كاتب ذا مدري جايب العيد. ما ادري ايش سوى. اون مدري وشو هذا يجي منه صراحه. حط نار. اوه نسينا حط نار فرن. اللي حطينا النار جوا الفرن. لا هذاك ميكرويف يا اخي. ما حطينا فرن. احنا حطينا ميكرويف. احنا جايبين العيد رجال. كنا ناخذ من اول ثلاثة. والله ذا كويس بس ما دخل في المطبخ. انهم قاعدين في طاولة الطعام. اوكي انا اشوف انه اوكي. هذا بوب على طول. او لو اصبر خلنا ندخل ناظر عشان ما نحكم عليه. برضو بوب يا حبيبي مسوي مكتبه ذا ما سوى. جاب لك فيلم. والله ذاك وشلون؟ شلون ذا يفوز؟ ايوه وشلون ذا يفوز؟ اوكي احنا ثالث الحمد لله. انا صراحه ما عندي مشكله بس كيف هذا الاول؟ والله ما يستاهل. والله ما يستاهل. هذاك اللي من جد جامد. لكن ذاك والله اسطوري ذاك. انا اتمنى على الاقل انه هو الثاني. اتمنى تخيل انسحب عليه كل الناس حاطين لبوب. والله ما يستاهلون صراحه. او مالهم داعي. اتوقع انه هو الثاني اتوقع. المهم يا وافي. اوكي مدينه ها. اوكي حلو تاكد سيتي. يلا يلا انت عليك الشوارع. انا البلوك اللي يسوي فيه الافراج ايش عندي كذا. هذا كويس احسه ينفع برج. شوف ها تعطني ها. خلني ابني اول شيء الارضيه. هذه اكسر ذا. اصبر طيب انا في النص الحين. اوكي انا في النص بحط هذه كذا وبعدين بجيب اسود بلاك. طبعا الابراج ما بخليه كبيره تقريبا اربع بلوكات لكل جهه عرفت؟ اي حلو حلو حلو. اي عشان ما يكون كبير مره عشان يمديني اتوسع الباقي مع انه بيتعبني والله البرج. اوكي بس هنا في النص. اوكي تمام. من الله يعين. والله يبي افتح هنا مسار. بتسوي اشارات واشجار ولا لا؟ اي بسوي اشارات بضبط الوضع. ما عليك زهلان بس من الديكورات. ديكورات زهلان بس ابن المين ثينك فهمت؟ اي الله يستر بس. ما عليك حطه في اخر شيء كذا فهمت؟ حط درايش. اي هي طيب ضبطة. شوف تمام الارتفاع ولا ارفع؟ لا ارفع ارفع زود ارفع زود دامنا بنبني مبنى واحد فهمت؟ نركز عليه ولا تبني غير انت؟ ببني جنبه مباني صغيره بس هو بيكون التركيز عليهم. اوكي شفت اللي انت رافعها ارفعها بلوكه واحده زياده وخلاص. اوكي حسه كفايه. لا بس ما بنهي هنا بحط بسوي زي الزاويه يعني كذا مدبب على فوق. اي فهمتك فهمتك. ايوه في زي ال ايش رايك في البرج حقي ابو كلب صح؟ هنشوف. طب ضبطه. حاول انك تضبطه. شوف جرب ضبطه ونشوف. تعال هي الخطوط هل احسن تكون صفراء ولا بيضاء؟ خطوط الشارع اللي في النص. ابيض. شوف ابيض احسن. خلاص تمام. الدرايش اخليه قزاز. اي خليه قزاز كذا تكون فخمه شوي. شوف طالع في الدرايش شوف كيف تمام.
نظر الشارع كيف؟ كويس؟ الشارع احترافي. أوكي. حلو والله. بس يمديك تسوي مربع ولا واحد شارع واحد بس؟ لا يمديك. أو تسوي مدخل. تقدر تسوي مدخل هنا على البرج ذا نفسه بشارع كذا. أوكي كي تمام. الشبابيك تشوفها كويسة حقت. إيه حلو. لا حلو مرة. يا أخي تدري أحس لو نطوله يكون أحسن ولا لا بيضيع وقت. البرج ما أدري خلني أخلص الشبابيك وبحاول أرفعه. بس ما بكل حاله يا اخي لو بعتمد عليه كل الوقت من جد طب ما تبدا بالثاني لانه طيب يلا خلنا الثاني يكون جنبه لون ثاني اعطني لون ثاني اي شيء بس خلينا نشوف ما ادري وش احسن شيء تقريبا نفس البلوك بس يكون لون ثاني ما في بس في هذا ورا ما تبني فيه ايه حلو يلا ما بيكون برج بيكون مبنى اكبر منه شوي يلا تمام كان بحاول اكمل الشوارع بعد عشان تكون من جد سيتي فهمت ايه ما على المباني خلها علي حتى لو ما اكتملت مو مشكله ودي شيء اسويه قبل ما ذا بحاول اجيب سكان فهمت هذول الفيليجرز بحاول اركبهم بيض يا رجال رم البيض بحاول اضبطها بس خله يمدي بس خلص الشارع عاد حالاتها لو يمدينا نسوي سياره بعد السويم تاخذ وقت السياره الحاله في الحاله لا كذا السياره ابو كلب مربع واحد تمشي الحال اسمع لي خلنا نشوف اذا في وقت بحاول اسويها جيب فيليجر وين فيليجر كيف رسبنهم تكفى سريع كيف وين ما ادري مو هنا طيب اوكي سويت باب والله كان السجن ذا البيت يا حبيبي ما بقى 11 ثانية والله ما بقى 11 ثانية مالي نفوز ان شاء الله خلاص كذا والله السيتي حقتنا صغيرة بس يلا ياه شوف اوكي اخيس من حين عندنا اخيس ان شاء الله ناخيس شوي والله الوان المباني حلوة صراحة بس ما حط يعني ارضيه وكذا اوكي هذا نفس فكرتنا بس وين الشارع شوف عراق يعني شوي فوق الشارع لا الشارع ما في شارع ابيض اصلا اي شارع ابيض ما ينفع اوكي هذا مسوي فيليجرز مسوي ناس لحظه كيف اوكي هذا مسوي برج دبي برج خليفه اوكي وش ذا الوجه البرج عنده وجه حط له بو واو هذا سرق فكرتنا قطع شكله سوى دوار عطى قد والله ما ابغى يفوز والله صح اوه يقطع شكله مسوي شارة هذا سوى زين وشارة وحركات والله هذا معليش ابك هذه الفكرة كان ودي فيها من زمان بس ما صارت انا ما مداني صوت طيب وش هذا مسوي قلعة ليش واحس بحقنا ليش ما كان كويس طيب هذا وش برج اتصالات ذا يعني هذا كان مسوي ابراج والله حلو فكرته بس الوقت خانه شوي بدنا نمشي الشارع الوان الشوارع عندهم كذا غريبه اوكي هذا في ناس تحت شوفهم مباني وين الناس تحت اوه هذول هذا حنا يلا الجندري يرحم امكم الجندري والله طرق وبيوت ومباني وابراج في سكان ترى بس انهم داخل البيت اخ يستاهل والله يستاهل طلعنا من الاوائل حرام يا اخي كم ترتيبنا احنا الخامس ناظر خامس بس هذا والله يستاهل والله الأمانة يستاهل والله حلو والله يبدع صراحة شوف الأبراج شوف الطرق واو والله هني صراحة والله هني والله شيء خرافي صراحة والله يستاهل أنا عجبني والله يستاهل